بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن مش حدثكم على آية مرعبة، جوج ماجوج، هذا يجوز وماجوج، قريب يظهر، وحدثنا عنها الفتنة دي نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه فعل الخير مبلغ، وكان حريص على تعريفنا بما سيأتي من أيام وفتن كبرى من طرف اللئام. يقول مولانا سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل جهة، خلوا حتى الطريق ما يحوزوش وما يخترقوه وينشوا أماكن أخرى ليزداد الرعب تتوسع رقعته. عاد يقول ربي حتى، ونو فما مدة زمنية بشرط، حتى إذا فتحت، ولا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال نبينا ربنا سبحانه وتعالى، ربما المفسرين يقولوا القولة دي ربما هي إشارة إلى حضور سيدنا عيسى عليه السلام بنزوله، ويكون لعنا لهم ويبدد شملهم، لأن ربي سيستجيب له وهو روح من المولى. والسلام على أهل الأرواح العابدة يا سيدنا يا كريم.